السلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة الشعب الأدبية، لقاء جديد ومادة الجغرافيا مع مدرسة على الهواء، ودائما معنا بإذن الله الجغرافيا السياسية سهلة وميسورة. يسعدنا أن يصحبنا في هذه الحلقة دكتور أشرف عبد المنعم، خبير المناهج بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. كنت طيب يا فندم. أبنائنا الأعزاء، يعني ننقل تهنئة إلى جميع الشعب المصري بمناسبة الأعياد وأعياد الإخوة الأقباط والعام الميلادي الجديد. أعاد الله هذا العام على أمتنا بالخير والسلام والتفوق لكم إن شاء الله في هذا العام. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن المشكلات، ووصلنا إلى آخر المشكلات السياسية، المشكلات الحدودية التي تواجه هذه المنطقة أو تواجه أفريقيا بصفة خاصة. في النهاردة مشكلة خاصة بأفريقيا. كنا قد تحدثنا عن مشكلة عربية هي سبتة وماليليا، المشكلة المغربية الأسبانية كأحد المشكلات السياسية الحدودية. تحدثنا عن أثر الاستعمار في هذه المشكلة، أيضا مشكلة في قارة آسيا مشكلة كشمير، وبرضو أثر الاستعمار الذي قسم الحدود في هذه القارة شبه القارة الهندية على أساس ديني. وطبعا عرفنا منه ان الاستعمار كان قاسما مشتركا في جميع انواع المشكلات السياسيه، اذ انه خلف وراءه مشكلات سياسيه عانت منها او تعاني منها كثير من دول العالم، خاصه في قارات مثل اسيا، مثل افريقيا، امريكا الجنوبيه، وتلك القارات التي تعرض للاستعمار بشكل واضح ومكثف. عايزين دكتور اشرف يعني ناخد سؤال ينشط ابنائنا حوالين يعني مشكله كشمير و مشكلة سبتة وماليليا، ثم نواصل المشكلات مع حضرتك. النهاردة معانا مشكلات الرعاة. تمام. احنا كنا تناولنا يمكن المشكلات السياسية من قبل، وكنا وصلنا زي ما حضرتك قلت إلى مشكلة الرعاة. فاحنا ممكن ناخد سؤال يشمل ثلاث مشاكل ممكن. تمام. هناك عدة مشكلات حدودية على خريطة العالم السياسية، فضوء ذلك واضح أسباب مشكلة سبتة وماليليا. اثنين، أسباب مشكلة كشمير. تمام. ده حضرتك مركز على السبب في المشكلة بداية يعني. نعم. يعني طالب حضرتك قلت في الحلقة الماضية لابد أن يتعرف على الموقع ثم سبب المشكلة وموقف الدولتين وموقف الأمم المتحدة. نعم. تمام. ده كده واحد واثنين. كمل بقية السؤال رقم ثلاثة. موقف الأمم المتحدة من كل منهم. أربعة، ما مقترحاتك لحل مشكلة سبتة وماليلا تمام ومشكلة كشمير. كده تحط سبب من مشكلتين. تمام. وايه موقف الامم المتحده من كل منهما؟ وسؤال بقى مهاري، طالب يقترح بنفسه حلول لمين؟ للمشكلتين. تمام. طبعا لو تناولنا اول حاجه ايه سبب المشكلتين، السبب الرئيسي في المشكلتين طبعا احنا عارفين قاسم مشترك ما بينهم وهو الاستعمار. تمام. يعني اول حاجه السبب هيكون لازم الطالب هيذكر الكلمه دي، الاستعمار. تمام. في سبتة وماليليا يبقى هيتكلم عن الاستعمار الأسباني، يعني احتلاله للمدينتين اللي هي سبتة وماليليا. نعم. تمام. وهنا الاستعمار الأسباني كان موقفه ايه؟ هيتكلم عن اللي هو احتلال سبتة واحتلال ايه؟ ماليليا. وهناك برضو الاستعمار الفرنسي. نعم. تمام. وفي الوقت ده كانت المغرب او بعدها بفترة كانت المغرب مشغولة ان هي
وقعت فريسة للاستعمار الايه الفرنسي. تمام. فعندما احتلت اسبانيا سيبتا وماليليا، فطبعا كان السبب الرئيسي في الاحتلال هو موقعهم الاستراتيجي. يعني لما يجي يقول للطالب بما تفسر تمسك اسبانيا بسيبتا وماليليا مثلا، تمام. يبقى هنا الطالب هيذكر ايه؟ ان موقع المدينتين الاستراتيجي. وانا من وجهة نظري ان هو يقول كمان حجج ايه؟ حجج اسبانيا. ان اسبانيا رفضت تسليمهم للمغرب بحجج، وهي التقادم، وان 60% منهم اصبحوا من سكانهم اصبحوا اسبان، والمدينتين غير مسجلتين في الامم المتحده على انهم اراضي غير مستقله. تمام. طيب موقف الامم المتحده ايه حضرتك من بتقول المشكله؟ المدينتين، اسف لمقاطعتك، يعني بتقول المدينتين استراتيجيتين. نعم. بعض ابنائنا الطلبه بيتساءل يعني ايه استراتيجيتين؟ انت خدت المواقع الاستراتيجيه في الوحده الاولى، هي المواقع اللي ليها اهميه تمام. في وقت السلم ووقت الحرب، تحكم تمام. في طرق الملاحه تمام. بريه او بحريه. تمام. ده بيسموه موقع ايه؟ موقع استراتيجي. استراتيجي. تمام. ولو نظرت للمدينتين تحديدا يا استاذ احمد، هنجد ان المدينتين موجودين فين؟ يعني خليني لو عرضت خريطة لأوروبا مثلا. تمام. أدي خريطة أوروبا، وأدي دولة أسبانيا، أدي مدينة سبتة، وأدي مدينة ملاليا. تمام. المدينتين بيقعوا على مدخل مضيق جبل إيه؟ جبل طارق. تمام. تعال نعرضهم بزاوية تانية في قارة أفريقيا. أدي قارة أفريقيا، وادي المدينتين، وادي مضيق جبل ايه؟ طارق. جبل طارق. يعني حضرتك بتقصد بيهم ان تحكم المدينتين في الاقليم هو الذي جعل المدينتين في ذات موقع استراتيجي. نعم. تمام. تحكمهم في مضيق جبل طارق، لان تمام. مدينه سبته يمكن بتبعد عن المضيق حوالي 26 كيلو، وماليليا بتبعد بعدها ب 250 كيلو نحو الشرق. تمام. فده موقعهم الايه؟ موقع الاستراتيجي. طبعا موقف الامم المتحده عرضت، عندما عرضت عليها القضيه قالت ان المغرب واسبانيا يحلوا المشكله بطريقه والطريقه وديه او بشكل الحوار الى اخره. تمام. نعم. طيب ده بالنسبه لمشكله سبته وايه وماليه. طيب بالنسبه لمشكله كشمير، تمام، برضو هنبدا بكلمه مين؟ سبب المشكله الاستعمار. هنا بقى استعمار ايه؟ هل اسباني برضو؟ انجليزي. لا، هنا استعمار انجليزي. تمام. او اللي هو الاستعمار البريطاني هو السبب في المشكله. تمام. هنا دي كده احنا بنتكلم عن مشكله مين؟ كشمير. تمام. الاستعمار البريطاني قسم شبه القاره الهنديه على اساس ديني، قسمها للهند وباكستان، باكستان حتى في شرقيه اللي هي بنجلاديش، وباكستان الغربيه اللي هي باكستان الحاليه، وترك اقليم كشمير خارج الايه؟ التصنيف. خارج التقسيم. تمام. سكان كشمير مسلمين، الحكومة هندوسية، قامت ثورة من الشعب ضد الحكومة، استعانت الحكومة بمين؟ بالهند، وتدخلت باكستان لنصرة الشعب، فأصبحت الحرب بين الهند وبين باكستان. تعال نشوف كده. تمام. برضو زي ما حددنا موقع سبتة وماليليا، نحدد موقع كشمير. ادي خريطة لقارة آسيا. تمام. طالب عارف كده هو لو نظر إلى الجزء اللي هو الجنوبي ده هيلاقي الهند عنده أهية، وادي تمام. كشمير المكان ده كده اقليم كشمير. زي ما انت شايف كده كشمير بتقع ما بين الهند وما بين الصين وما بين باكستان وما بين افغانستان. تمام. نعم. فطبعا الاستعمار قسم المكان على اساس ديني، وترك هذا المكان بدون تقسيم، خارج التقسيم. تمام. وده كان السبب الرئيسي في المشكله. تمام. يعني لو قلنا مثلا تدخل الهند في باكستان، بما تفسر تدخل الهند في باكستان؟ في كشمير. في كشمير. هو لان الحكومه طلبت من الهند، او الحاكم نفسه حاكم اقليم كشمير طلب من الهند التدخل لمساعدته. تمام. طب بما تفسر تدخل باكستان في كشمير؟ المطلوب من الطالب ان هي تدخلت باكستان لنصره مين؟ لنصره الايه؟ الشعب او اللي هو سكان كشمير. تمام. نعم. ناخد موقف الامم المتحده وبعدين نرجع لخريطه لكشمير. تمام. برضو نوضح عليها بعض الجوانب الاخرى. تمام. موقف الامم المتحده طبعا هو في موقفين هنا، ان في 1949 طبعا تم وقف اطلاق النار، وتم تقسيم اقليم كشمير
تلتين للهند وتلت الايه لباكستان على اساس قرار وقف اطلاق النار، تمام. ده في المره الاولى. ولكن تجددت المنازعات او النزاعات مره اخرى، فتدخلت في المره الثانيه واقترحت 4 اقتراحات. ايه هي الاربع الاقتراحات اللي قالتهم الامم المتحده هنا؟ إذا تقصد حضرتك أن الأمم المتحدة تدخلت مرتين، نعم، يعني ممكن نقول لأبنائنا الطلبة أنها تدخلت مرتين أو بما تفسر تدخلها مرتين، يبقى إحنا عندنا مرة أولى ومرة تانية. مرة حضرتك قلت وقف إطلاق النار وأصبح التلتين للهند والتلت لباكستان، نعم، دي المرة التانية بقى اللي حضرتك بتقولها. ده الموقف الأخير ليها، تمام. بتقول هنا الأمم المتحدة اقترحت اقتراحات لحل المشكلة، 4 اقتراحات. الاقتراح الأول وهو وقف طبعا اطلاق النار، بعد كده تجريد السكان من السلاح، بعد كده عودة كل طرف الى ما قبل القتال، يعني اللي جاي من الهند من جيوش الهند يرجع للهند، اللي جاي من باكستان يرجع ايه باكستان، تمام. وبعد كده اجراء استفتاء. وهنا الاستفتاء هيكون يا اما بيخيروا هنا الشعب يا اما الانضمام للهند او لباكستان او الاستقلال. تمام. طيب حضرتك يعني لو سألنا الطالب بنقول له ما مقترحاتك لحل هذه المشكلة، المطلوب ايه من ابنائنا الطلبة؟ هو هنا الطالب ليه الحرية في الاقتراح، ممكن ياخد من موقف الامم المتحدة تمام بعض اللي هي الحاجات ويبدأ يتكلم عنها، أو ممكن طالب يكتب لك مثلا مقترح جديد يقول لك إن هما ممكن يدخلوا في تفاوض، المنطقة مثلا ممكن تتعرض للتحكيم، ممكن وساطة لحل المشكلة، المهم إن هو يقترح حلول مناسبة وتكون هذه الحلول منطقية. هنا أنت بتحاسبه على مقترحاته، ما دام هو اقترح حاجة سليمة فأي إجابة منطقية في هذا السؤال بتعتبر إجابة سليمة ويأخذ عليها درجته كاملة، لأن أنت الهدف من السؤال إن أنت بتنمي عند الطالب ان هو القدرة على حل المشكلات. تمام. فهنا الطالب يقترح حلول، ممكن يجيب الحلول اللي موجودة في الكتاب ما فيش مشكلة، ممكن هو يقترح حلول جديدة، المهم ان هي تكون منطقية وعلمية، وما دام الحل منطقي انت بتاخد بتديله الدرجة بتاعته. تمام. فاذا نعم. ذكر مثلا وقال ارى الاسراع في عقد الاستفتاء في الاقليم مثلا يكون حل برضه وسط يعني. نعم، وهو افضل الحلول على كده ان هو يجرى استفتاء في الاقليم، ويمكن الاستفتاء ده اتعمل في كتير، يمكن دول كاملة اتعمل فيها الاستفتاء على اساس انها تنضم لدول او تنفصل او تستقل. تمام. وكان ده الخيار السليم او الحل السليم. تمام. نعم. طيب احنا برضو بناخد ابنائنا الطلبة عندنا خريطة جايبينها شفتها على الشاشة دلوقتي لمشكلة كشمير، وهنوضح فيها برضو بعض الجوانب. الخريطة دي يا اولاد خريطة الهند تظهر قدامنا، بنقول فيها ان احنا عندنا هنا في اختيارات قدامنا، بنتكلم على واحد مدار، طبعا احنا عندنا رقم واحد هنا، ده المقصود بالمدار دوت هنا مدار السرطان. طبعا عندنا اتنين، عندنا البحر اتنين، يبقى هنا رقم اتنين ده ممكن نقول عليه بحر العرب، وده جزء من المحيط الهندي. تلاتة المحيط، طبعا ده المحيط الهندي واضح قدامنا. عندنا رقم اربعة جزيرة، طبعا اربعة دي جزيرة سريلانكا، وطبعا الخريطة دي موجودة في الكتاب المدرسي للجزء الجنوبي من قارة آسيا، بتظهر في شبه القارة الهندية أو الهند والدول المجاورة. خمسة خليج، هنا عندنا خليج بنغال، خليج بنغال. ونحب نقول على سؤال ورد كان بيتكلم على سواحل الهند، بيقول أهمية المواقع البحرية مع التطبيق على الهند أو تأثيرها على الهند. طبعا احنا بنتكلم لسه بنقول خليج بنغال، يعني السواحل طويلة على خليج بنغال وطويلة على بحر العرب والمحيط الهندي. بنتكلم في سواحل طويلة هنا، واحنا كنا خدنا في طول الساحل من العوامل الهامة التي تؤكد أهمية السواحل بالنسبة للدولة، تتوقف على طول الساحل، هنا سواحل طويلة جدا، زائد أهمية المسطح المائي. نحن نعتقد أن المحيط الهندي وموقع الهند هنا في وسط ما بين آسيا،
بخاماتها وأوروبا بصناعتها وكمان قربها من إقليم البترول في الخليج العربي، ده أعطى أهمية لهذه السواحل، أصبحت سواحل إيه برضو هامة. وبكده نقول إنها لها أهمية خاصة بالنسبة للهند، عشان إحنا إيه ذكرنا ليها بعض العوامل اللي بتساعد على أهميتها. حضرتك لو ليك تعليق تاني على بالعكس السؤال كان كويس جدا ان حضرتك ربطت بيه ما بين وحدتين، بتتكلم عن الهند ومشكلة كشمير وكموقع، وربطت كمان ما بين جزء هو درسه وهي اهمية المواقع البحرية مع التطبيق على مين؟ على الهند. وده اللي احنا عايزينه من ابنائنا الطلبة، ان هو يكون فاهم. يعني ممكن يجي له سؤال خارج الاطار خالص، مفيش مثلا في مشكلة كشمير وعلاقتها بالهند مثلا مفيش اهميه لموقع الايه الهند، لكن هو حاجه استنتاجيه هو بيستنتجها من المواقع البحريه، وده سؤال جميل جدا يعني. تمام. احنا حضرتك ممكن نطبق السؤال ده على مصر برضو، لما نقول مثلا بالنسبه للظهير الساحلي فنجد البحر المتوسط اشد اهميه من البحر الاحمر لوجود الجبال، جعلت الظهير الساحلي سواحل البحر الاحمر قليله الاهميه. صح. ان برضو احنا شفنا الكلام ده في الاتحاد السوفيتي، تختلف أهمية سواحله، الساحل الشمالي متجمد، الساحل الجنوبي على البحر الأسود مثلا يعني يعتبر ساحل أهم أشد أهمية من الشمالي. نعم. على أساس هنا برضو الظهير الساحلي والتجمد. نعم. وأهمية المسطح المائي الجنوبي أهم من الشمالي لأنه بيتصل بالبحر المتوسط والعالم الخارجي، وعندك الساحل الشرقي كمان للاتحاد السوفيتي. تمام. على المحيط الهادي. المحيط الهادي برضو ساحل أكثر أهمية من الساحل الشمالي. تمام. نعم. يعني قبالة سواحل اليابان كده. نعم. يعني طبعا دي كلها تطبيقات بندعو ابنائنا ان هو برضه يكون ايه ملم بالكلام ده، يعني ياخد العلم ويعمل تطبيقات عليه على خريطه العالم. مظبوط. دكتور اشرف احنا مستنيين حضرتك تجهز لنا الاسئله حوالين المحتوى دوت، عشان ايه في المراجعات بتاعتنا ان شاء الله نكون قلنا عنهم. ان شاء الله تبقى الحلقات المراجعه تكون حلقات سريه فيها اسئله كثيره جدا، بتنمي كمان مهارات التفكير العليا عند ابنائنا الطلاب. لأن طالب مثلا دايما بتواجهه مشكلة أسئلة ما العلاقة، ما أوجه الشبه والاختلاف، فأنت طبعا لو دربته عليها وهو لو اتدرب عليها بشكل جيد هيقدر مع مرور الوقت، يمكن حتى في البداية ممكن الطالب يستغرب شوية نمط الأسئلة وطريقة الحل، لكن بعد كده بتلاقيه بدأ يفهم الموضوع بيمشي إزاي، فبيبدأ يحل بشكل كويس، وده كله في صالح أبنائنا الطلاب. يمكن كتير من أبنائنا بينادوا عايزين نتدرب على أسئلة ما العلاقة، ما أوجه الشبه والاختلاف، ما رأيك، نجاوبها ازاي، ماذا يحدث اذا. ان شاء الله منتظرين بقى مجهود حضرتك في المجال ده، بما ان حضرتك خبير في مناهج الوزارة التربية والتعليم. ان شاء الله. طيب بنواصل معاكم تاني برضه يا اولاد الخريطة بتاعتنا، عايزين نكمل فيها. عندنا هنا رقم 7 مشكلة كشمير، ودي المشكلة هي في شمال الهند ما بين الهند وباكستان. يعني احنا عندنا رقم 6 دولة باكستان، وعندنا رقم 10 دولة الهند، وما بينهما هنا كشمير اللي موجودة باللون الأحمر ده. دي هي المشكلة التي بين الدولتين اللي في الجنوب. عندنا هنا رقم 12 الجبال اللي هي باللون الأسود قدامنا دي، دي جبال هيمالايا، يعني من الجبال الحدودية ما بين الهند والصين. وطبعا عندنا رقم 8 دي دولة الصين. احنا بنتكلم على حدود جبلية، وطبعا عرفنا أهمية الحدود الجبلية كعامل فصل بين الدول، وازاي ان هي من أفضل أنواع الحدود. طيب بكده احنا نكون يعني برضو طبقنا معاكم على المشكلتين الخرائط بتاعتهم، يبقى احنا خدناهم بالخرائط، عشان ان شاء الله أولادنا بيطلبوا كتير بترجمة كل اللي احنا بنقوله على الخرائط قدامنا. طبعا احنا بننتقل مع دكتور اشرف للمشكله الاخيره، وهي مشكلات الرعاه، والمشكلات دي بتعاني منها قاره افريقيا بما انها من المواطن الرئيسيه للرعاه في العالم. طبعا يمكن ظهرت المشكله بشكل كبير في منطقه غرب افريقيا تحديدا، المنطقه دي كلها كده. المنطقه دي يمكن ما كانتش متقسمه استاذ احمد لغايه فتره الحرب العالميه الاولى. تمام. اللي حصل برضو ان الاستعمار كان ليه دور في عملية التقسيم. طيب نستأذن سيادتك ناخد سؤال من احد ابنائنا. اتفضل. عندنا زينب من قنا، اتفضلي. الو. الو. ايوه. يا زينب يا مستر، معاك من هنا. اهلا، اتفضلي يا زينب.
يا مستر، كان عندي سؤال في الجغرافيا. اتفضلي يا زينب، معاكي. أهم المشكلات التي تركها الاستعمار وتهدد أمن الدول. أهم المشكلات التي تركها الاستعمار وتهدد أمن الدولة. وتهدد أمن الدولة. طيب، احنا اتكلمنا عن جوانب من المشكلات دي وانت معانا من اول الحلقة. خدنا منها مشكلتين هامتين، اللي هي مشكلة سبتة وماليليا المغرب واسبانيا، مشكلة كشمير الهند وباكستان، صح؟ تمام. طيب، وبنواصل فيها ايه المشكلات. انت عندك سؤال تاني يا زينب؟ دكتور اشرف هيجاوبك، بس عندك سؤال تاني؟ لا شكرا. طيب كان السؤال لسه في الجزئية اللي هتشرحوها دلوقتي، بس اللي هي اثر التغيرات المناخية في النزاعات السياسية الناتجة عن حركة الرعاة بين حدود الدولة. جميل، ده احد اسباب المشكلة. جميل جدا، سؤالك جميل يا زينب، وان شاء الله هنجاوبك عليه حالا. خليكي معانا. ماشي، اتفضل دكتور اشرف. هو المشكلات تهدد امن، في اهم المشكلات اللي تراكع للسماء، انت عندك ثلاث مشكلات لازم تتكلم عنهم. تمام. اول حاجه زي ما حضرتك تفضلت، اللي هي المشكلات الحدوديه. المطلوب هنا بقى من زينب لما تكتب المشكلات الحدوديه، تكتب امثله، اشاره امثله دي. تمام، امثله. تمام، تكتب مثلا مشكله سبته ومالينيا، تتكلم كمان عن مشكله كشمير، مفيش مشكله يعني لو هي كتبتهم بس كاسامي بس. تمام. وبعد كده عندك مشكلات اقتصاديه. تمام، ليها بعد ايه؟ سياسي. لها بعد سياسي، اللي هي مشكله المياه والطاقه. المياه والطاقه، والصراع على الموارد. تمام. وعندك رقم ثلاثة، اقليات برضه، اللي هي مشكلات اجتماعيه. اجتماعيه، تمام، برضه لها بعد ايه؟ سياسي. بعد سياسي. وهنا تدي بس امثله، اللي هي مشكله عندك الاقليات العرقيه والدينيه. خلاص. وعندك تمام. مشكله الهجره، اللي هي الغير ايه؟ غير شرعيه. تمام، دي كده مشكلات اجتماعيه. مشكلات اجتماعيه. نعم. ومشكلات اقتصاديه، ومشكلات الحدود السياسيه. ومشكلات اللي هي الايه؟ اللي هي السياسيه. الحدود السياسيه. يبقى هو بيتكلم في ثلاث محاور، يا اما مشكلات سياسيه، يا اما مشكلات اقتصاديه، يا اما مشكلات اجتماعيه. دي مشكلات تراكع الاستعمار وراءه، ودي بتهدد امن مين؟ امن الاوطان، وجعلت دايما هناك مناطق غير مستقره، وخاصه المشاكل الحدوديه، وده بتؤدي لنشوب حروب وعدم تنميه هذه المناطق وعدم استقرارها وعدم تحقيق التعاون بين الدول في هذه المناطق. تمام. نعم. بنوصف مشكلات الرعاة، واحنا شايلين طبعا السؤال اللي قالته زينب في دماغنا، يعني هنقوله دلوقتي. نعم. بس حضرتك بتتكلم على مشكلات الرعاة، كنت بتقول حضرتك ان المشكلات دي بتعاني منها افريقيا. في منطقه غرب افريقيا مشكله الرعاة واخده حيز كبير جدا هناك في المنطقه. تمام. ايه القصه بتاع مشكله الرعاة؟ بدات البدايه طبعا مع زياده عدد السكان، الامر الطبيعي، بدات تتحول بعض الاراضي الرعويه لارض ايه؟ زراعيه، فحدثت مشكله ما بين الرعاة وبين المزارعين. تمام. وده اول سبب في المشكله. تمام، لان ليهم حركه عبر الحدود. نعم. يعني احنا كنا نعرف ان ليهم حركه من واحات مصر، من واحات سيوه لحد يعني باماكو في مالي. نعم. لدوله مالي طبعا، قطعوا ليبيا والتشاد والنيجر وذهبوا الى مالي، ولهم اسواق في الجزائر، ولهم اسواق في بوركينا فاسو، عديد من الدول يعني. نعم، مظبوط. عندك كمان بيتكلم عن السبب الثاني، وهو الاستعمار. الاستعمار قسم اقليم السافانا في المنطقه دون ان يراعي توزيع القبائل. تمام. يعني ممكن مثلا خط حد حدودي، خط حدود يفصل بين بلدين، وتلاقي القبيله مقسمه ما بين البلدين. تمام. طبعا انت عارف القبائل وحركه الرعاه على كده منع حريه الحركه. فهنا منعهم من حريه الحركه. تمام. فعندما فرضوا عليهم ضرائب رسوم بدات تحصل مشاكل. الكلام ده يمكن ظهر شمال وجنوب السودان وغرب السودان تحديدا، ومنطقة. تمام. غرب افريقيا بشكل ايه؟ بشكل عام. تمام. التغيرات المناخية بقى اللي سألت عليها زينب. تمام. التغيرات المناخية حصلت في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، السبعينات والثمانينات، بداية اتمنى التاج اللي ترتبت على التغيرات دي. فايه النتيجة المترتبة على التغيرات؟ هو حصل جفاف. تمام. قل المطر. تمام. فماتت الثروة الحيوانية. فالرعاة هيفضلوا في مكانهم ولا هيهاجروا؟ هيهاجروا للبحث عن مهن اخرى. فبداوا يهاجروا لمناطق زراعيه، وبداوا يهاجروا المدن. اثناء حركتهم واثناء هجرتهم بدات تحدث ايه؟ مشكلات. تحدث مشكلات. طيب. اذا لو فكرت كده، هي عمليه الرعاة والحركه نفسها هي دي اللي بتسبب الايه؟ اللي هي المشكله. طبعا الحركه هنا اصبحت عبر حدود، عايزه وثائق رسميه وعايزه تصريحات. نعم. وفيزا وتاشيره وحاجات زي كده. نعم. فما ينفعش طبعا الرعاة ما لهمش اوراق
وناس عارفين ان الصحراء الواسعه دي او الاقاليم الواسعه دي كلها الاقاليم بتاعتهم. نعم. عندهم حريه بالحيوانات في الرعي والكلام ده يعني. تمام. تمام. فكانت النتيجه هي حدوث هذه المشكله. طب يعالجوا المشكله ازاي؟ تمام. طب نستاذن حضرتك في نتلقى تليفون رفايده. اتفضلي يا رفايده بني سويف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مستر؟ اهلا يا رفايده. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. رحت فين يا رفايده؟ جميع الدول البحريه لها حق في الدخل بالمياه المحيط. معلش نعلي الصوت شويه. جميع الايه؟ جميع الدول الساحليه. معلش يا رفايده سؤال مره تانية لان صوتك مش واضح. جميع الدول البحريه لها حق في دخل بالمياه المحيطه. الساحليه البحريه لها حق. جميع الدول البحريه لها حق في المياه المحايده. صح كده يا رفايده؟ صح. جميع الدول بس دي قار. ها؟ قارن. قارن؟ قارن بين ايه؟ طب السؤال كده مش واضح، نقارن بين ايه؟ انا مش عارفه هو السؤال كده. لا لا السؤال مش مظبوط خالص. هقارني بين ايه وبين ايه؟ هقارني لو هو عايز مقارنه هنا يقول لي قارن بين المياه المحايده والمياه الدوليه مثلا. هو كاتب جميع الدول البحريه. لا السؤال مش سليم. قارني جميع الدول البحريه لها حق في المياه المحايده، حتى صيغه السؤال مش مظبوطه خالص يعني. تمام. هو مكتوب مقارنه قارن بينهم بس انا مش عارفه حلو. ما هو مش مقارنه اساسا يا زين يا رفايده. هو السؤال هنا مش سؤال مقارنة. هو سؤال يجي في صيغة صح أو خطأ. أقرب دلل على مدى صحة أو خطأ العبارة الآتية. لكن ما يجيش سؤال مقارنة، فين المقارنة؟ أنت بتقارن ما بين شيئين، المقارنة دي بتيجي دايماً ما بين حاجة وحاجة، مظبوط ولا لأ؟ صح. طيب فين الحاجتين اللي أنت هتقارن ما بينهم في السؤال؟ أنا كاتب نص السؤال أهو. فين الحاجتين اللي هتقارن ما بينهم؟ يعني مفيش حاجتين. طيب يا دكتور اشرف نعم نخليه مثلا صح او خطا جميع الدول لها البحريه لها حق في المياه المحايده. حضرتك قلت ان المياه المحايده ديت تعتبر من جزء من اعالي البحار، جزء من اعالي البحار، وان هي ساده الدوله مشروطه بقوه الدوله وامن ودول المجاوره، وكمان لا يمنع فيها سير اللي هي السفن، لكن يمنع فيها العمليات العسكرية فقط. نعم. إنما لا يمنع فيها سير السفن والملاحة الدولية لا تخضع لرقابة في تلك المناطق. حتى جميع الدول هنا يمكن فيها مشكلة شوية. تمام. لأن أنت عندك في بعض الدول بتدعي سيطرتها على المياه المحيطة. تمام. فتمنع فيها أي حاجة، تمنع فيها ممارسة العمليات العسكرية وتمنع فيها أي شيء. تمام. بالإضافة بقى موضوع المياه المحيطة ده بيثير مشاكل كتير جدا، لأن ممكن تظهر فيه ثروات اقتصادية. تمام. فتبقى تابعة لأي نوع من الدول. فيعني خلي السؤال بعيد شوية، سؤال غامض شوية. نعم. تمام. يعني يحتمل إيه إجابات؟ لا لا هو سؤال حتى من الناحية المنطقية ما يعتبرش سليم. يعني لو أنا نجاوبه جغرافيا هو تعتبر هنا الإجابة ليست سليمة، يعني العبارة نفسها ليست سليمة. تمام. نعم. طيب برضه يا ابناء يعني احنا بنقول لابنائنا خلينا طبعا نلتزم بالاسئله اللي موجوده عندنا في كتاب الانشطه اللي موجود في كتاب المدرسه، والاسئله بتاعتنا البعيده عن يعني ايه اللخبطه اللي احنا بنشوفها دي، لان طبعا يا اولاد زي ما بنقول الوزاره هنا بتلتزم قدامنا باجابات واضحه واسئله واضحه لا يعني لا تحتمل ايه اكثر من اجابه او اجابتين. طيب زي ما بنقول برضه حتى الاسئله المفتوحه بتبقى يعني ايه بعيده شويه. بس هو ممكن يجاوب بطريقه برضه يعني مثلا يقول لك ان هي جزء من اعالي البحار فيحق لكل الدول ان هي تستغلها. تمام. وواحد تاني يجاوب غلط يقول لك لا ده في بعض الدول بتدعي السيطره عليها، فما ينفعش يجي سؤال فيه احتماليه. تمام. لاجابتين. لاجابتين. نعم. تمام. طيب كده احنا بنتكلم على مشكلات الرعاة، كنا بنتكلم على السؤال اللي قالته زينب، ما النتائج المترتبه على التغيرات المناخية في أفريقيا؟ الإجابة
نتيجة التغيرات المناخية من حدث الجفاف قل المطر ماتت الثروة الحيوانية نفوق كثير من الحيوانات، فأدى ذلك إلى هجرة الرعاة إلى المدن وإلى المناطق الزراعية، مما أدى إلى حدوث مشكلة الرعاة. تمام، يعني ده كان سبب في مشكلة الرعاة. طيب عايزين نقول سؤال صح أم خطأ، لم تحاول دول أفريقيا حل مشكلات أو لم تحاول الدول حل مشكلات الرعاة؟ هنا طبعا السؤال هنا طبعا الإجابة خاطئة، لأن حاولت ووضعت العديد من الاتفاقيات لتنظيم حركة الرعاة على الحدود، وبالعكس ده في أدلة على الكلام ده، إن في اتفاقيات ما بين موريتانيا والسنغال وما بين موريتانيا ومالي وما بين المملكة العربية السعودية وما بين اليمن وما بين دول غرب أفريقيا كلهم اللي هم 16 دولة اللي في غرب أفريقيا وما بين بوركينا فاسو والنيجر. تمام، يعني نقدر نقول مثلا ما يعني ما الدليل على ما يلي، حاولت بعض الدول حل مشكلات الرعاة، نقول بقى حضرتك الاتفاقيات اللي هم الاتفاقيات. تمام، او اثبت بالادله تعددت الاتفاقيات لتنظيم حركه الرعاة. تمام، هنا الطالب هيقول الادله اللي هي اتفاقيات اللي هي اللي حدثت بالفعل ما بين موريتانيا وما بين مالي ما بين موريتانيا طيب والسنغال خلص. وهكذا. نستاذن حضرتك في تليفون رفايدة رجعت تاني. ايوه يا رفايدة. هو السؤال اللي انا مليته هو كان اي صحة العبارة صح او غلط؟ أيوة. تمام تمام، زي ما احنا قلنا زي ما توقعنا لسه يمكن انا مجاوب لك عليه يا رفايدة. هو من الاسئلة برضو اللي صعب ان هي تيجي لان ممكن تحتمل اجابتين خلاص، وطبعا الثابت ان اسئلة صح وغلط يا هي يا صح يا خطأ. هو ممكن اقول سؤال تاني؟ ما انا بقول لك يعني نعم. بصي بقى جاوبه له على انه صح مره يا دكتور اشرف وجاوبه له على انه خطا مره. وممكن اجاوب سؤال تاني يعني اقول الاجابه اللي انت قلتيها يعني؟ لا مش او تقولي سؤال تاني يعني؟ اتفضلي. ايوه اتفضلي يا رفايده. هو صح برضه او غلط؟ اتفضلي. اللي هو حق لاي دوله التدخل في حريه الملاحه بالمياه الدوليه. تمام او كده تمام. ده سؤال كويس، ده سؤال كويس كده تمام. يلا نكتب يا دكتور اشرف حق كل دوله يحق لكل دوله كل الدول التدخل في ايه؟ في حريه الملاحه بالمياه الدوليه. في المياه الدوليه تمام. أيوة. في المياه الدولية يعني يحق لأي دولة التدخل في الحرية في حرية الملاحة. ماشي تمام. طيب انت كده عندك سؤال تاني ولا نجاوب بقى؟ جاوب. تمام اتفضل. طبعا هنا دكتور اشرف الإجابة طبعا خطأ. نعم، لأن حضرتك قلت أن المياه الدولية حق مشاع ولا رقابة، مفتوح لكل الناس، منطقة مشاعة حتى الدول الحبيسة. تمام، لو هي عندها سفن مثلا واستأذن الدول وخرجت إلى أعالي البحار يحق لأي دولة أنها تستفيد من أعالي البحار. يبقى معنى كده أن ما ينفعش أي دولة تتدخل في حرية الملاحة في المياه الدولية. تمام، يبقى هي تقول خطأ لأنه لا رقابة على الملاحة في أو على حرية الملاحة في المياه الدولية لأنها حق مشاع لجميع دول العالم بلا استثناء. نعم تمام. طيب بالنسبة لاتفاقيات الرعاة كنا بنتكلم على اتفاقيات الرعاة ومجموعة الإكواس اللي هي دول غرب أفريقيا كانوا عملوا اتفاقية لتحرير تنظيم حركة تنظيم حركة الرعاة في المناطق بينهم، وبرضو زي ما حضرتك قلت السعودية واليمن واللي هي السنغال مالي وموريتانيا مع مالي ومع السنغال، دي كلها اتفاقيات لتحرير حركة الرعاة. نعم. طيب عايزين حضرتك تاخدنا في بعض الاسئله لمراجعه بعض ما ورد في الوحده دي، لان ابنائنا الطلبه بيقولوا ان الوحده الثانيه فيها يعني حاجه كده نقدر نقول بعض الاسئله اللي محتاجه توضيحات اكتر يعني. نعم، هي وحده دسمه شويه ويمكن فيها حاجات كتير جدا بتعتمد ابنائنا الطلاب لو معانا يمكن حاجات اكثر فهما من ان هي يكون حفظ. تمام نعم. طيب نستأذن حضرتك في تلقي تليفون، عندنا محمد من القاهرة، اتفضل يا محمد. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا مستر؟ أهلا محمد. بعد إذنك يا مستر، أنا علم رياضة بس بستأذن حضرتك مبيبقاش في مداخلات في الدروس بتاعتنا خالص. يا حبيبي أنت علم ولا أدبي؟ أنا علم رياضة حضرتك.
علم رياضه. طب وايه اللي جابك هنا؟ لا طب في مداخلات اهو، ما انت دلوقتي في مش في تداخل اهو معانا اهو في المواد العلميه، بس في مداخلات في الرياضه كمان. ممكن تكون انتوا عندكم مثلا يعني ضغط في المكالمات في الوقت ده، ممكن تمام، او مثلا كان في الميعاد. اصل انت ممكن لو تدخلت بالليل بتكون حلقه اعاده. لا الصبح، ايوه انا عارف. مباشر. اه طب ابسط دليل اهو، اديك في مداخلات معانا اهو. طب في المواد الادبيه بس حضرتك، ما فيش المواد في المواد العلميه. طيب في القناه مفتوحه لكله على كده، وبيستقبلوا يعني اتصالات من جميع ابنائنا الطلبه. هو بس في جزئيه في الرياضه، ان ممكن يكون المدرس يعني مش عايز يقطع الجزئيه بتاعت حل المساله. تمام كده، فبيكون حل المساله ده محتاج يعني عارف ترابط فكري معاه. ما يقدرش يجي يقطعه بتليفون تاني يكون عايز مسألة تانية. تمام. لأن هو جارر الطالب في مكان معين، واخد بالك؟ اه. بس يا محمد، وبعدين بطلوا الحقد ده يا محمد، احنا أدب يعني. طب حاول أدب يا محمد. لا حاول تاني، بس اختار الميعاد المناسب أو الوقت المناسب، يكون مثلا إيه الأستاذ خلص المسألة تمام، فهتخش هتلاقي على طول استجابة، لأن القناة مفتوحة عشانك يا محمد، عشان زمايلك. ربنا يخليكم. تمام، وهدفنا الاول ان شاء الله انكم ربنا يكرمكم يعني، والاتصالات تيجي توصل ضروري، ده اهم شيء في القناه. طبعا. ماشي يا ابو حميد. هو حضرتك المواعيد انت، طيب معلش، مواعيد الدروس تبقى امتى؟ مواعيد العلمي؟ اه. والله يا محمد انا يعني بص، طب بص ارجع للكنترول، المخرج بيبلغني اهو، ارجع تاني للكنترول هيبلغك المواعيد كلها. طيب. تمام؟ تحت امرك يا محمد. ماشي يا محمد. نسينا نسال محمد عنده سؤال طيب في الجغرافيا ولا لا؟ طيب ما يجراش حاجه، نكمل احنا. فحضرتك احنا لينا بعض يعني استفسارات من ابنائنا الطلبه حوالين ما قطع من الوحده، وجدوا فيه بعض الاسئله الدسمه شويه. خلينا ناخد اوجه شبه واختلاف. تمام. نقربهم عليه شويه. تمام. ما وجه الشبه والاختلاف؟ بين الحدود الشمالية للولايات المتحدة الأمريكية والحدود الايه الجنوبية. تمام. هنا الطالب في السؤال ده لازم يكون متخيل خريطة الولايات المتحدة الأمريكية. تمام. يعني معاه خريطة ويبص عليها كده ويشوف ايه وجه الشبه واوجه الاختلاف بين الحد الشمالي للولايات المتحدة والحد الايه والحد الجنوبي. خلينا نطبق برضو نمط الاسئلة ديت على ادي خريطة امريكا الشمالية، وادي عندك دولة كندا، وادي حدود الولايات المتحدة الامريكية الشمالية، وادي حدودها الجنوبية. تمام. الحد الشمالي في الولايات المتحدة الأمريكية في جزء منه هندسي، هو مش مطالب بيه الطالب، لكن في جزء بحيري اللي هي البحيرات اللي بتفصل ما بين كندا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. تمام. بعض أبنائنا الطلبة بيسأل هل البحيرات أسمائها مطلوبة؟ اه مطلوبة. تمام. ما دام موجود عنده. طب حضرتك تقول لنا على الأسماء اللي موجودة. أول بحيرة اللي هي انتاريو. تمام. تاني بحيرة ايري. ايري. تمام. بعد كده هور. بعد كده سوبريور. تمام. دول اللي هم الأربعة الحدوديين. حضرتك ليه ما ذكرتش ميتشيجن؟ لأن ميتشيجن هي اللي داخلة كلها جوه الولايات مين؟ المتحدة. تمام. فهي ليست بحيرة حدودية. ليست بحيرة حدودية. تمام. نعم. تمام. تعال نشوف، يبقى الحد ده حد طبيعي أهو. حد طبيعي مائي. مائي. تمام. تعال الحد الجنوبي هنا ده نهر ريو جراند. تمام. حد طبيعي برضو مائي. يبقى هنا في وجه شبه. يبقى هنا في وجه شبه. الحدود الشمالية والجنوبية حدود طبيعية مائية. جزء منها حدود طبيعية. تمام. خلاص، والجنوبية حدود طبيعية مائية. تمام. الشبه في الاتنين حدود طبيعية مائية، يبقى هي واضحة مرئية صعب عبورها. اللي هي الحاجات المتفق عليها في الحدود الطبيعية. طب طريقة اتخاذ الحد هنا وهنا. ايه الطريقة؟ هنا الاختلاف مثلا هتقول ان دي عبارة عن بحيرات لكن ده نهر. ده الاختلاف. تمام. ولكن طريقه التقسيم فيها برضو تشابه. تشابه. تمام. ان البحيرات معروف ان هي مع خط الوسط. تمام. ونفس الكلام مع نهر ريو جراند مع خط مين؟ خط اللي هو يبقى في شبه الوسط. تاني في شبه كلاهما مع خط يسيران مع خط المنتصف. تمام. نعم. بس تمام. دي بحيرات
ودي ايه؟ وده هنا نهر. وده انهار. ده هنا اللي اختلق اللي واجه مين؟ واجه الاختلاف. تمام، يبقى حدود بحيريه شمالا. نعم. اما حدود نهريه جنوبا. نعم. وحضرتك قلت ان الحدود البحيريه ثابته قليله المشكلات. نعم. اما النهريه فهي متغيره وقد تحدث مشكلات مثل هذا النهر تحديدا اللي حدثت منه مشكله. تمام. الاختلاف الثاني ان الحد الجنوبي قد يسبب بعض المشكلات، ده حدث بالفعل، انتقال منطقه بانكو من او مناطق اللي هي مناطق بانكو دي او البنكوهات اللي كانت بتبقى متكونه في المنطقه دي من تبعيتها للولايات المتحده الى تبعيتها لدوله مين؟ المكسيك. دوله اللي هي المكسيك. نعم. تمام. يبقى احنا عندنا هنا مقارنه كانت سريعه جدا. تعالى ناخد الكلام ده عندك، ادي قاره افريقيا. تمام. قارن من الحد الشمالي لمصر والحد الايه؟ الجنوبي. الجنوبي، وايهما افضل من وجهه نظرك؟ تمام. يبقى احنا طالما بنتكلم على الحدود الشماليه والجنوبيه لمصر. نعم. يعني نستاذن حضرتك نجيب معانا خريطه مصر قدامنا. تمام. خريطه مصر قدامنا يا اولاد، هنشوفها على الشاشه قدامنا. ادي خريطه مصر مثلا موجوده. تمام. قدامك الحد الشمالي. الحد الشمالي هنا من رفح الى السلوم ده حد مائي بحري طبيعي. يبقى ده حد طبيعي. حد طبيعي. تمام. خلاص. يبدا من شرق رفح حتى غرب السلوم. حتى غرب السلوم. تمام. يسير هذا الحد باكمله مع ساحل البحر المتوسط. مع ساحل البحر المتوسط. اذا هنا حد طبيعي وواضح مرئي الى اخره. طب الحد الجنوبي لمصر. الحد الجنوبي لمصر اللي هو بيسير من عند بدايه البحر الاحمر حتى التقاء دائره عرض 22 بخط طول 25 عند منطقه جبل عوينات هنا. هذا الحد بنقول عليه حد يسير مع دائرة عرض 22. وده حد مستقيم. تمام. حد فلكي. فلكي. يبقى ده حد هنا بشري. تمام. هندسي. تمام. فلكي. ولاحظ انه بري. نعم. وبري. تمام. ايهما افضل من وجهة نظرك ولماذا؟ الحدود الطبيعية. طبعا الحدود الطبيعية افضل من الحدود اللي هي الايه؟ البشرية. تمام. طيب احنا معنا. نعم. تليفون استاذ حضرتك معنا احمد من نجع حمادي، اتفضل يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا ابو حميد؟ تعالي اتفضل يا حبيبي. حدد عوامل اختيار المدن التاليه كعواصم بدولها. تمام. حدد عوامل اختيار المدن الاتيه كعواصم. انقره وطوكيو. انقره وطوكيو. تمام. بس هو ده. ماشي، شكرا يا ابو حميد. انت جبت سؤال من ضمن اسئله امتحانات السنه السابقه، قارن بين انقره وطوكيو. وبالمناسبة كان في أسئلة مراجعة ليلة الامتحان في حلقتنا كنا بنتكلم على أنقرة وطوكيو. نعم. عوامل اختيار كل منهم، احنا جبناهم بقى كمقارنة في الامتحان. نعم. الأنقرة طبعا العامل الأساسي لاختيارها طبعا زي ما حضرتك عارف هو الحماية والأمن. تمام. أو الحماية والدفاع، أي لفظ من الأنقرة بيتوفر فيها العمق الجغرافي لأنها بتقع في وسط مين؟ في وسط تركيا. وهنا طبعا يمكن العاصمة انتقلت من اسطنبول إلى أنقرة لهذا العامل. تمام. طيب طوكيو بقى، عامل اختيار طوكيو. طوكيو هي تعتبر مركز حضاري، مركز تجاري مهم جدا في اليابان، هي مصدر الحياة في دولة اليابان. تمام. فتم اختيارها على هذا الأساس رغم ان هي مدينة ساحلية. يمكن في عوامل الاختيار هنا اختلفت. في تركيا نقلت العاصمة لأنقرة لان أنقرة بيتوفر لها عامل الحماية والأمن والدفاع. في طوكيو خالفت اليابان هذا المبدأ. تمام. هي نقلتها من كيوتو الداخلية الى طوكيو الساحلية. عكست مبدأ الحماية. عكست هنا في مبدأ الحماية والدفاع والأمن. لأن أهمية طوكيو أكبر من أهمية مين؟ كيوتو كمركز حضاري وكمركز تجاري مهم ومركز لكل الأنشطة. تمام. وبصفة عامة هي اليابان هي عبارة عن مجموعة جزر وسط مياه المحيط الهادي. تمام. نعم. طيب كده سؤال أحمد ابننا طبعا أتمنى أن هو يكون متابعنا جاوبناه. كنا بنتكلم على الخريطة وكان معانا الخريطة وكنا بنقارن فيها يا أولاد ما بين الحد الشمالي والجنوبي. قلنا الحد الشمالي طبيعي من رفح شرق رفح حتى غرب السلوم، والحد الجنوبي حد بشري حد بري يسير مع دائرة عرض 22، ولذلك قيل أنه حد فلكي أو من الحدود الفلكية البحتة.
حضرتك ليك تعليق تاني على الخريطة اللي قدامنا؟ نعم، ممكن مثلا مقارنة ما بين الحد الشرقي والحد الغربي. تمام، يعني أنا أرى أن الحد الشرقي هو حد بحري بري. نعم، يعني حدود طبيعية بشرية. نعم مظبوط، طبيعية بشرية، يبدأ بحرية من رأس حضربة في الجنوب حتى رأس خليج السويس، يعتبر كده إيه حد، حتى رأس خليج العقبة يعتبر كده حد بحري. نعم. ثم يبدأ من شرق طابة إلى الشرق من رفح في 210 كيلو حد بري يفصلنا عن دولة فلسطين. فلسطين، نعم تمام. الحد بقى الغربي، الحد الغربي يبدأ من السلوم شمالا حتى التقاء خط طول 25 مع دائرة عرض 22 عند جبل العوينات. نعم. ويعتبر هذا الحد حد بري، حد هندسي، حد فلكي. يبقى هنا ده بري بحري اللي هو الشرقي. تمام، فهنا طبيعي، جزء منه طبيعي وجزء منه بشري. تمام، لكن هنا في الجزء الغربي حدود بشرية. حدود بشرية، حدود بشرية بالكامل. نعم. تفصلنا. نعم. عن دولة ليبيا. نعم، في وجه شبه واختلاف برضو بين الحد الجنوبي والحد الغربي. تمام، الحد الجنوبي والحدود الغربي كلهم حدود فلكية. مظبوط، يبقى دي حدود فلكية، حدود هندسية. تمام. الاختلاف ان ده بيسير مع دائرة ايه، عرض 22 شمالا اللي هو الجنوبي. تمام. والحد الغربي بيسير مع خط طول 25 شرقا. في اختلاف بسيط تاني ان الحد الجنوبي كامل الاستقامة تقريبيا، اما الحد اللي هو الغربي بنلاقيه مستقيم ما عدا الجزء الشمالي منه بيتعرق قليلا نحو الشمال. تمام. نعم. طيب ينقصنا في الخريطة ممر ملاحي عالمي او موقع استراتيجي المقصود بها هنا قناة السويس. نعم. وينقصنا برضو ان في عندنا هنا عاصمة تاريخية. طبعا العاصمة التاريخية اللي هي القاهرة. تمام. نعم. طيب احنا ممكن يجيب لنا خليج السويس كمسطح مائي ويقول بين نوعه مثلا ده من اللي هي المياه الداخليه للدوله. نعم. تمام، يعني دي برضه اسئله يعني بنصعب حتى السؤال ايا كان عشان نبقى وصلنا لاي حاجه مع ابنائنا يعني. نعم. طيب حضرتك كده كنت بتتكلم على مقارنه جميله جدا ما بين حدود مصر الشماليه وحدود مصر الجنوبية، حدود الولايات المتحدة الشمالية وحدود الولايات المتحدة الجنوبية. نعم. في اسئلة تانية؟ لو مثلا مسكنا خريطة اوروبا، خلينا نطبق كده على كل القارات. ادي خريطة اوروبا اهي. قارن ما بين الحد الجنوبي او قارن ما بين الحدود الفرنسية الاسبانية والحدود الفرنسية الالمانية. تمام. ادي خريطة اهي، وادي فرنسا، ادي هنا كده المانيا، وادي فرنسا واسبانيا. تمام. قارن بين الحدود الاسبانيه، الحدود الفرنسيه، والحدود الفرنسيه الايه الالمانيه. من حيث برضو وجه الشبه ومن حيث وجه الايه الاختلاف. الاختلاف، احنا شايفين الحدود ما بين فرنسا واسبانيا جبال اللي هي جبال البرانس. تمام. فده حد طبيعي. والحدود ما بين فرنسا والمانيا نهر الراين، فده ايضا حد ايه طبيعي. اذا وجه الشبه ان الاثنين حدود طبيعيه، حدود طبيعيه مرئيه واضحه صعبه براء الى اخره. وجه الاختلاف ان الحد ما بين فرنسا والمانيا ده حد نهري، وطبعا معروف نهر الراين الحد الحدودي فيه او منطقه الحدود في نهر الراين مع عمق الملاحي. تمام. عندي هنا جبال البرانس، دي طبعا حدود ايه، حدود جبليه. تمام. ايهما اقوى من وجهه نظرك ولماذا؟ الحدود المائيه الطبيعيه، يعني الحدود الجبليه، الجبليه الجنوبيه. أقوى. نعم. تمام، اقوى. يبقى الحدود الجبليه هي الاقوى. تمام. لان هي طبعا عريضه، قليله السكان، صعب عبورها، تقام عليها التحصينات الى اخره. ويذكر هنا اهميه الحدود، مين الحدود الجبليه. تمام. نعم، احنا معانا خريطه لفرنسا برضو عايزين نشوفها على الشاشه عشان برضو نوضح الكلام اللي بيقوله دكتور اشرف. عندنا خريطه فرنسا موجوده قدامنا يا دكتور اشرف، الخريطه موجوده معانا اهي. عندنا طبعا الحدود الشماليه حضرتك بتقصد بيها بحر المانش عندنا اهو، فصلنا عن المملكه المتحده على انجلترا. طبعا انجلترا دي دوله برلمانيه، وعندنا هنا المحيط الاطلسي او خليج بسكاي برضو القريب من فرنسا. وحضرتك بتشايف بقى الحدود الجنوبيه البحر المتوسط، يبقى الحدود الشماليه والجنوبيه مائيه. حضرتك قلت ان هنا مع المانيا في نهر الراين. برضو يبقى الحدود الشرقيه جزء منها مائي مع المانيا، والحدود الجنوبيه جبال البرانس تحت هنا في الجنوب. وبذلك لو جمعنا ده كله، ما تعليقنا على حدود فرنسا بصفه عامه؟ لو نظرت لفرنسا بالشكل اللي احنا شايفينه هنعرف ان فرنسا معظم حدودها حدود طبيعيه.
تمام. فده بيخلي حدود فرنسا حدود اقرب الى المثاليه. مثاليه يعني. نعم. حضرتك ممكن نقول حدود فرنسا مثاليه فنقول الكلام ده. فنقول الكلام ده مظبوط. نعم. يعني الوقت مع حضرتك يعني بيمشي كده قصير ومع ابنائنا، وطبعا يعني بنود الاستمرار يا اولاد، لكن معلش احنا معانا مواد ثانيه. ان شاء الله بنوعدكم في لقاء يعني يوم الاحد القادم ان شاء الله، نجيب لكم برضو بعض المراجعات معانا والخرائط، ومعانا دكتور اشرف مجهز الاسئله. نشكر حضرتك يا دكتور. شكرا يا فندم. وفي اخر حلقتنا بنهني اخواننا الاقباط باعياد الميلاد المجيده، وكل سنه ومصر كلها بخير وبسعاده. تمام، وعام سعيد عليكم جميعا، نلقاكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمه. الى اللقاء مع طيب ان شاء الله ربنا يعني يكرمنا في الحلقات القادمه. بعض ابنائنا كانوا طالبين بعض اجابه بعض الاسئله، وبيقول لنا المخرج ان وصلت لنا بعض الاسئله بعض الاسئله على اجزاء من المنهج، و احنا ان شاء الله هنجهز لكم الاسئله ديت. مستمرين مستمرين معاكم يا جماعه شويه كمان، يعني احنا ان شاء الله هنستمر في بعض الوقت الاضافي سمح لنا به الاستاذ المخرج. طب كويس، طيب نستمر معاكم. طيب نواصل بقى معاكم تاني. ان شاء الله دكتور اشرف احنا بنواصل مع ابنائنا، الظاهر احنا صعبنا عليهم فقال لك نكمل شويه كمان معاهم، فاحنا يعني نواصل معاكم. تمام، نكمل اسئلتنا معاهم. اسئلتنا مع نعم. بعض. تمام. طبعا زي ما كنا بنتكلم قلنا فرنسا يمكن حدودها حدود مثاليه، يمكن كنا ده حاجه بنختم بيها من شويه. وقلنا ان حدود فرنسا مثاليه، يبقى هنا بنتكلم عن حدود فرنسا الجنوبيه والشماليه والشرقيه والايه والغربيه. تمام. طيب ايه تاني من نماذج الاسئله مثلا في الوحده دي ممكن مثلا نشوفه؟ نقول مثلا ايه وجه الشبه والاختلاف؟ ما وجه الشبه والاختلاف بين المشكلات الاتيه؟ تمام. انا اخد مثلا اول مشكله اللي هي مشكله مين؟ سته وايه وليله ومشكله كشمير. احنا عايزين غيرنا خالص السؤال، عايزين ناخد وجه الشبه ووجه الايه الاختلاف. الاختلاف. تمام. يا ترى ايه وجه الشبه في المشكلتين؟ ان السبب فيهم هو الاستعمار. تمام، مظبوط. السبب ده الشبه. كمان الشبه كمان ان الاثنين مشاكل حدوديه. تمام. يبقى لو انا هاخد الشبه في الاثنين هنقول كده وجه الشبه، هنقول واحد كلاهما مشاكل ايه؟ مشاكل حدوديه. تمام. كلاهما السبب فيهم مين؟ الاستعمار. الاستعمار. ايه وجه الاختلاف؟ ايه وجه الاختلاف بين الاثنين؟ الاطراف. الاطراف. كان وجه الاختلاف في سبتة وماليليا مثلا، ناخد هنا كده الاختلاف ونحط هنا مشكلة مين، وهنا كده كشمير. هنا الاطراف بين مين وبين مين؟ اسبانيا والايه والمغرب. تمام. هنا الهند وباكستان. تمام. طيب هنا دي مشكله حدوديه، لكن كشمير ممكن يكون السبب فيها ان الاساس هنا التقسيم كان على اساس الايه الدين. تمام. دي طبعا في قاره افريقيا، وهنا في قاره مين؟ في قاره اسيا. تمام. نعم. طيب بنهايه السؤال ده بنختم معاكم ابنائنا حلقه النهارده، وبنشكرك يا دكتور اشرف مره اخرى. شكرا ابنائنا الاعزاء، نلقاكم على خير في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.